افتتح زعيم تحالف تصميم قسم النسائية والتوليد وردهة حديثي الولادة والخدج وردهة الأمراض الانتقالية في مستشفى البصرة التعليمي، وقال العيداني أن هذا المركز يعد الوحيد على مستوى العراق، وجاء بإشراف أطباء وأساتذة أكفاء، ويحتوي على قسمين للنساء والرجال بالإضافة إلى مركز للعناية المركزة، مشيرا إلى أن القسم الآخر هو خاص للرعاية النسائية. حرصنا دائما من نقول حرصنا على النهوض بقطاعات مهمه بالمحافظه، محافظه البصره، اللي هو اهم هذه القطاعات هو القطاع الصحي. الحمد لله اليوم عندنا موقعين اكتملت لخدمه هذا المجتمع، قسم مهم جدا هو قسم الدراسات الوبائيه، اللي حسب ما علمني الأستاذ الدكتور علي رحيم الجابري أنه هذا القسم هو الوحيد بالعراق أنه مركز دراسات وبائية بهذا المستوى بهكذا إمكانيات. هذا شيء مفرح أن يكون عندك مركز وحيد للدراسات الوبائية. هذا المركز يمكن اكتمل خلال 6 شهور فقط، كانت بناية متروكة لكنه تم تأهيلها وإعادتها، والآن هي هذا المركز الوحيد على مستوى العراق بأساتذة أكفاء للدراسات الوبائية، وبقسم للرجال أيضا من المرضى يعني، وقسم من النساء، وبمركز للعناية المركزة أيضا. القسم الآخر هو الآن اللي كنا الآن احنا مقابله هو قسم النسائية وهو الرعاية النسائية. الشيء المفرح أنه هذا القسم الآن شفته بحاضنات للخدج، حسب ما أعلموني السادة الأطباء أنه هذه الحاضنات توازي أي حاضنة متطورة بالعالم. هذا شيء مفرح أنه تجد في مستشفى حكومي كان ما عندنا هكذا حاضنات، عدد هذه الحاضنات قد يصل إلى 32 حاضنة. سابقاً ما كان عندنا هذه الحاضنات أبداً يعني. الآن حتى حاضنات نقل الدم للأطفال الخدج، سألت الأخوة الأطباء قالوا هذه آخر ما صنعت بالعالم موجودة الآن في هذا المستشفى. هذا مدعاة للفخر أنه نقدر نقدم خدمة إلى كل أهلنا وناسنا. بالتأكيد نحتاج الأكثر، لكنه الشيء المفرح أنه إحنا جايين نقدم خلال هذه السنوات الماضية، وإن شاء الله دائما عبارتنا اللي نطلقها وأطلقناها بالبصرة أنه القادم أفضل إن شاء الله.